هذا البلوك، فراح ناخذ هذا البلوك تبع الفلوكس فيكتور كنترول نطلع على الكنترولر الموجود. تذكروا ما راح ارد ارجع هون، هي انتم متذكرين انه في عندي اي اي بي سي حتى تعرفوا وين اجى. هذا ميجرمنت من المحرك، يكون عندي ترانسديوسر، ثلاث ترانسديوسر راح تقيس الكرنت في المحرك. في سرعه مقاسه من المحرك، في سرعه المحرك. نطلع اذا هذا على هذا البلوك من هون. هلا هذا البلوك هو الفلوكس فيكتور كنترول، وبتذكروا في عندي كاسكيد، رح يكون في عندي الاوتر لوب ايش رح تكون؟ السرعة والانر لوب والتور. وبدي اعرف ال ام، وبدي اعرف الار تبعت الروتور والال تبعت الروتور، انا بستعملهم في المعادلات الفلكس بالدايركت والكوادرشر. وتذكروا كمان انه حكينا احنا المرة الماضية اذا بدي اغير الاكس الدايركت فلكس رح اخليه كونستنت، كيو دايركت اللي هو عفوا R direct اللي بعطيني الflux excitation، هذا خليه constant. وحتى أزيد التورك رح أغير the quadrature flux زي ما كنا نعمل في DC motor. إذا كان DC motor، DC motor the permanent magnet إيش كان يعطيني؟ direct flux constant. والcurrent اللي ماشي بالarmature هذا أعطاني flux عمودي عليه، مزبوط quadrature flux. كل ما كنت أزيد التورك شو كنت أزيد؟ زيد الارمتشر كارنت في الدي سي موتور فيزيد عندي الكوادرتشر كارنت فيزيد الكوادرتشر فلكس فيزيد التورك. هذا رح يضل كونستنت. اذا اي دي رح يضل كونستنت، اي شيء هون في عليه ستار معناه هو الريكوايرد الديزايرد، ستار هون معناها ديزايرد. فاي شيء معمول له ستارينج معناها ديزايرد، اللي مش معمول له ستارينج معناها اكشوال. نطلع اذا خلينا نلاقي اللوب الكبيره، اللوب الكبيره رح تيجي لازم يكون في داخلها سبيد، هاي اكشوال سبيد من هون عفوا، هي ديزايرد وهي اكشوال. ديزايرد سبيد من وين اجت؟ متذكرين ايش كان في عندي بلوك 4 محطوط عليه ديزايرد سبيد؟ هي هون عندي هي السبيد اللي هي ديزايرد سبيد. الاكشوال سبيد جاي من هون. هذول الاثنين الان بدي اقارن، فراح ادخلهم الاثنين على بي اي كنترولر. بس هذه كاسكيد وهي اللوب الخارجيه، شو راح يطلع عندي هون؟ تي ديزايرد ولا اكشوال؟ هذا يطلع معي الديزاين. في الداخل في عندي اظن بي اي كنترولر، بس هذول طبعا وحدتهم اوميجا راديانز بير سكند. هذا الرمز، شايفين هذا الرمز؟ هذا الرمز للبي اي كنترولر بيستعملوه ستاندرد الماني. هاي انتجرال جين بروبورشنال جين، وفي ليمتس على التورك، وفي سامبلينج تايم. السامبلينج تايم هون تي اس ما اخذها من فاليو تي اس، اظنه 2 مايكرو سكندز. فهذا اظن انه ديسكريت بي اي كنترولر راح يعطيني هون التورك. اذا هاي صارت اللوب الخارجيه، هاي خلصنا من السبيد، طرحنا سبيد من سبيد دخلناهم على بي اي كنترولر، عملنا تيونينج للبي اي كنترولر، اعطاني الاوتبوت اللي هون هو راح يكون السيت فاليو او ديزايرد فاليو للتورك. هلا كمان بدخل عندي هون تورك، وبدخل هون فاي ريفرنس اللي هو جاي من هون، عملنا له حسب هون. احنا حاولنا نستنتج من قيمه اي دي، وفي عندي هون بار كلارك ترانسفورميشن، استنتجنا ايش الفاي اللي في المحرك في اللحظه هاي. فعندي فاي موجود في المحرك وتي اي، من هذول راح يعطيني اي كيو. ايش اي كيو؟ الكوادرتشر كرنت اللي راح يحقق لي التورك المطلوب. وهذا طبعا معادلات بتعتمد على البارامترز تبعت المحرك. راح افرجي بس هون المعادله، بس رح تشوفوا احد الاشياء الموجوده فيها اظن ال ام. خلينا نكبرها. رح تدخل فيها هاي، طبعا هذا رمز لايش؟ معادله، مش هيك؟ معادله وداخل عليها يو 1، ما فيش يو 2، هي او في يو 2 هي داخله عن طريق مالتيبلكسر. اوكي؟ فهذه يو 1 اللي هي الديزاير تور، هذا الفاي اللي انا حسبته اللي بعتقد انه موجود في المحرك، عملت له مالتيبلكس ودخلته على المعادله هاي. المعادله هاي بدخل فيها 30.341، ال.341 جاي من هون مضبوط، ال ار هذا الحساب من هون، وبعدين عندي ال ام وال ار. ال ار اللي هو جاي من المحرك اللي هو الاندكتنس تبع الروتر ريفير تو ذا برايمري، وجمعت له ال ام. هاي كلها بتعتمد على البارامترز تبعت المحرك. هلا اذا رحت اطلعت على ال ار المفروض الاقي في الموديل تبع المحرك قيمه ال اي ار اللي هي 0.8 ملي هم، جمعناهم اعطاني 35.5، بعوض ال ار هون بعوض ال ام هون. وهي ارقام لها علاقه في المعادله ما راح ادخل فيها هلا هاي، بس هاي بتعطيني معادله بقدر احول من تي
التورك الديزايرد والفلكس اللي حسبته على اساس بقدر اطلع باي الكيو الديزايرد اللي هي الكوادريتشر كانت الديزاير. راح نستعمل البار كلار ترانسفورميشن نحول ما بين اي اي واي بي واي سي بيطلع معي اي دي واي كيو. اذا بتطلع على هذا البلوك هذا ماثيماتيكال، هذا هون في ماتريكس. الماتريكس هاي بتعتمد بدها تحول بين اي اي واي بي واي سي اللي هم الكرنتس اللي هم يجوني من قياس مضبوط مش قصتهم للمحرك. راح يطلع لي في داخل المحرك عم بيحاول يستنتج انه اذا كان قيمه اي اي واي بي واي سي هيك وثيتا، ثيتا اللي هو بيحاول يستنتج وين الزاويه الكهربائيه، وين هو موجود في داخل هذا. راح نطلع على ثيتا. من ثيتا وين هو موجود في داخل المحرك البوزيشن واي اي واي بي واي سي راح يقدر يعطيني القيمه الحقيقيه لاي دي واي كيو في داخل السيستم. هلا لاحظوا هون هي نفس الشيء اي كيو راح يدخل هون ويستنتج حسابات هون. فايش راح يصير عندي هون؟ لوب. ايش حطينا؟ واحد على زد عشان الديلي عشان يمنع. طيب نرجع هلا لهي. اذا هون عندي صار ثيتا وعندي فاي، منها طلعت اي كيو ديزايرد وهي اي دي ديزايرد. هلا اي دي ديزايرد ايش بتلاحظوا؟ كونستنت اللي هو دايركت دايركت فلكس. دايركت فلكس بدنا نخليه كونستنت، فعملنا هون في اي ار فاي ار ستار كونستنت من هون بدنا نثبته. حولنا من كيف بحول من فلكس لكرنت؟ ايش لازم استعمل؟ كيف بحول من كرنت لفلكس او فلكس لكرنت؟ الام مفهوم. فكل اللي عملناه قسمناه على الام. كرنت بضربه في فلك في اندكتنس بعطيني فلكس، فلكس بقسمه على اندكتنس بعطيني كرنت. هذا الكرنت الديزاير. وايش دخلي انا؟ دخلي الفلكس الديزاير. فانا بدي 0.96 ويبرز قسمته على ال ام اعطاني اي دي ديزايرد. اذا هي صار عندي اي دي ديزايرد واي كيو ديزايرد، هذول اللي انا بدي اياهم. بس انا كيف بقدر اتحكم في المحرك؟ عن طريق ايش؟ الكرنت ديزايرد اي 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 بي اي سي. لاحظوا هاي الترانسفورميشن بتضلها تتكرر بالاتجاهين. باتجاه في عندي اي دي واي كيو ديزايرد. اي دي واي كيو ديزايرد. طلع معي اي اي ديزايرد، اي بي ديزايرد، واي سي ديزايرد. كمان عمالي بقيس انا اي اي اكشوال، اي بي اكشوال، اي سي اكشوال. بدخلهم على الانفرس ترانسفورميشن او هاي الانفرس ترانسفورميشن. هاي الترانسفورميشن. طلع معي اي دي اكشوال واي كيو اكشوال. فانا عند اطراف المحرك بقيس الكرنت اللي موجود. الكرنت اللي بيرجع لي من هناك بعمل الترانسفورميشن عليه، تو ترانسفورميشنز، كلارك وبارك ترانسفورميشن. بتطلع لي انه في داخل المحرك، بقول لي داخل المحرك اي دي قيمته هالقد واي كيو قيمته هالقد. بس انا بدي قيمته تكون ممكن شيء مختلف. فبس اخلص من هون بطلع بقول انه بدي اي دي واي كيو شيء مختلف، هدول برجعهم، هدول بروحوا على المحرك والكنترول لحتى اتحكم، هدول بيرجعوا من المحرك، فهدول رح يجوا من هون هيك يرجعوا يعطوني هدول الاثنين. اذا بتطلع رح تلاقوا في عندي اي دي اي كيو ستار واي دي واي كيو بدون ستار. هاي اي دي ستار وهاي اي كيو ستار. هدول ايش بقولوا لي؟ بقولوا لي انا حابب انه الكوادريتشر فلكس والكوادر والدايركت فلكس كفانكشنز اوف كرنت يكونوا هالقد. ايش بطلع لي؟ ثلاث ديزايرد كرنتس. وايش لازم هذا التحويل؟ بتلاحظوا ايش دائما فيه؟ ثيتا. هذا عم بيعمل روتيشن طول الوقت، فهو مش ستيشنري، مش علاقه بين اي اي واي بي واي سي. لا، واحد اكس ثابت واي ثابت. لو انه اكس ثابت واي ثابت ما بحتاج ثيتا. بس في اي لحظه انا في عندي زاويه معينه بدي اعمل ترانسفورميشن عليها، اخذت روتيشن بالكالكولس، روتيشن في بلين. لو عندي اكس واي في بلين معين، لو نعم في الروبوتكس، في الروبوتكس اخذت ما اخذتها بالكالكولس؟ موجود كالكولس في الروبوتكس. لا مش موجود.